يوم الأرض هو يوم تاريخي في حياة مجتمعنا، لكن هو ليس فقط نقطة في رزنامة الزمن، إنما هو تجديد العهد مع الأرض ومع البيت ومع الانتماء ومع التاريخ. وهذا الموضوع لا يمكن أن يلغى ويشطب بسبب الأوضاع. نحن طبعا ندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والمحافظة على كل هذه التعليمات بشكل صارم، لكن في نفس الوقت نحن نريد أن نذكر وأن لا ننسى شهداء يوم الأرض وننسى المعارك القادمة، يعني في هدم بيوت في 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 المثلث في 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 النقب في الجليل، هنالك كمنس الذي يعني عم بضرب على الشمال وعلى يمين، موضوع قانون القومية، موضوع صفقة القرن وخطر التهجير، كل هذه الأمور، هذه الأمور مش راح تستنانا، لذلك يجب أن نكون نحن المبادرين من أجل التصدي لها. أنا أدعو جميع أبناء شعبنا إلى المشاركة في المظاهرة الرقمية التي أعلنتها لجنة المتابعة. فوتوا على صفحة لجنة المتابعة العليا، هنالك في إيفنت حدث معين اللي اسمه المظاهرة الرقمية. أطلب من الجميع أن يدخل إلى هذا الحدث، إلى هذا الإيفنت، ويضغط على زر أنوي الحضور أو أنا مهتم بالموضوع، من أجل أن يكون هنالك أكبر عدد من الناس الذي يشارك. إضافة إلى ذلك، أدعوكم كل في بيته أن يقوم بنشاط مع أولاده، أن يخرج في الساعة 5 بعد الظهر، أن يطلع على سطح بيته أو على النافذة، أن يرفع علم فلسطين، أن نغني موطني. كل هذه الأمور نحن نريد أن نقوم بها التزاما بواجبنا تجاه أنفسنا وتجاه شعبنا وتجاه مستقبلنا.